ولكن الشيء الوحيد الذي نمتاز به في فلسطين وقت وقوع الحادثة، هذه هي وقت التمكين ووقت الصبر، والصبر عند الصمت الأولى. الله سبحانه وتعالى يصبر أهلنا في غزة في هذه اللحظة، وتتميز الناس والجينات في هذه اللحظة. فبالتالي عندما أتلقى خبر استشهاد ابن أختي أحزن كثيرا قبلها، ولكن عندها أقول الحمد لله الذي شرفني بهذا الاستشهاد، وأظل أعلقها طول الوقت على صفحاتي وعلى حسابي على اعتبار أنها مجد سيكون لي بإذن الله يوم القيامة شفيعا. طب قبلها بقليل لا يمكن أن أتخيل هذا الموقف، ولا يمكن أتخيل جلد وصبر لنفسي على هذا الموقف. إنه التثبيت من الله بكل تأكيد. هذه هي الشفرة التي تتميز بها جينات أهل غزة عن دون الخلق، وربما الله سبحانه وتعالى اختارهم لهذه المهمة دون عن غيرهم. المرأة التي تخرج من تحت الأنقاض تقول الحمد لله أربعة من أولادي، ورأيتموها تروها على شاشة فلسطين، أربعة من أولادي، الخنسوات لم يمتن. نعم. الخنسوات يعيشن بيننا، والصحابة لم يفنوا، الصحابة يعيشون بيننا. صحيح. الآن على الجانب الآخر أحفاد خالد ما زالوا في الميدان، تراهم بكل بساطة يضعون العبوات في قلب الدبابات. أحفاد سعد يصوبون بدقة لا يمكن أن يراها أحدهم، ومعهم أيضا قنبلة الغول. نعم. أو قناصة الغول. أحفاد القعقاع تسمع صوتهم وهم يقولون الله أكبر. وأيضا أحفاد عكرمة يبايعون على الموت في سبيل الله. كل هؤلاء متواجدين الآن في الميدان، يؤكد لك أنهم يحملون الرسالة من لدن محمد صلى الله عليه وسلم حتى آخر مجاهد فيهم. فكما هناك مأساة وحزن على هذا الفقد، هناك تمكين وبطولة نراها تمكن أرجلنا وتثبت بطولة هؤلاء لتعطينا اليقين بأننا على الحق، مؤكد أن هذا الاحتلال لم يكن أبدا على حق. وبالتالي طالما أنه يقاتل فاعرف الحق بالسهام، سهم الباطل إلى أين توجه؟ إلى هؤلاء بالضبط. فبالتالي هؤلاء هم رجال الحق. فهذا هو المعيار الذي تفضلت به حضرتك. جميل. ما بين مأساة وما بين بطولة يكتبها أهل غزة، كلهم طوعا يتقدمون إلى هذه الميادين، ليس طمعا في شيء من هذه الدنيا، إنما رفعة لراية رسول الله صلى الله عليه وسلم وراية الإسلام. ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بيوم نشهد فيه يوم تحريرهم ونصرهم بإذن الله تعالى.